تفضل معلم. عشت يا باباي. يا سعدية سعدية. تفضل معلم. شو وجيه بيك موجود؟ تفضلوا سيدي عم ينتظركم. شرف معلم. تفضلوا تفضلوا. تحبوا تشربوا شيء؟ إيه لكان قهوة بلا سكر ومي باردة ولا تطولي لأنه أنا حلقي نشفان. على عيني. يلا برغوث. أخي البرلمان مو ملك لحدا، البرلمان ملك للشعب، والطريقة المثلى للفوز هي المنافسة. يا عارف بيك فهمني أرجوك، أنا ما بدي أنزل بقائمة حدا ولا حدا ينزل بقائمتي. هيك أنا الله هيك خلقني، بحب الاستقلالية. لا 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 حبيبي، ما بدي أحشر حالي بقائمة الائتلاف تبعكم المنوب. لا حبيبي، شوفوا غيري بيكون أفضل. يا عارف بيك أرجوك أرجوك، ما في داعي للزعل. يا حبيبي كل واحد بيعرف مصلحته، وبالنسبة لتوفير تكاليف الدعاية الانتخابية أنا ما بدي أنزل بقائمة حدا ولا بدي نتقاسم التكاليف، لأنه الحمد لله المي ماشية بسائيتي والله طارح البركة بأملاكي وحوانيتي. طيب طيب أنت روق بس. ماشي الحال، منشوفك عن قريب بإذن الله. إيه معلش معلش يا عارف بيك، الله معك الله معك، مع السلامة. ابو حمده وجماعته عم ينتظروك برا، وقلت لها لسعديه تضيفهم قهوه عبين ما تجي. يا عظيم كثير. شو؟ مع مين كنت عم تحكي؟ مع عارف بيك، اخونا بالله بده ياني انزل بقائمه ائتلافيه مع فلان وعلتان وعلاك البان. وشو فيها؟ اسمعوا على الحكي، قال شو فيها؟ قال يعني بدك ياني انجح بالانتخابات على صيت القوائم ولا على صيتي الشخصي؟ معك حق، بس أنا فكري يعني إذا كانت القائمة معجوقة يعني فيها 10-12 مرشح فرح تخف عليك مصاريف الدعاية، لأنه بهالحالة رح تتقاسموا الكلفة بين بعضكم. لا ستي ما حذرتي، لأنه هالجماعة بدهم يعني انزل بقائمتهم حتى يحملوني كل التكاليف ابتداء من المطبوعات وانتهاءا بالحفلات والعزايم والمهرجانات الخطابية. معقولة يكونوا عم يفكروا بهالطريقة؟ معقولة ونص، لأنه الأسماء الموجودة بالقائمة كلها أسماء معترة أندبورية ما في بجيبتهم متليك واحد يوحد ربه. لا ويلي متدين مصاري من نقابته مشان الدعاية، ويلي عم يتسلبط على العالم، ويلي راهن ويلي بايع، وكله بده يصير عضو بالمجلس النيابي. هلأ هدول نواب المستقبل؟ مو كلهم، بس باعتبار حق الترشيح يشمل كل المواطنين، فكل واحد رح يقدر نفسه عاليا ويتمن مواهبه غاليا، ورح تختلط الامور وتتلعبج الاوراق، ويمكن تضيع الطاسه كمان بهالمعمعه. بعدين اذا طلعتي على الحيطان وعلى صور المرشحين وعلى كلامهم المكتوب تحت الصور، بتقولي معقول يخطر ببال هالشخص يرشح حاله للانتخابات؟ ايه هو بده مين يدافع عنه؟ بقى شلون بده يدافع عن حقوق العالم بالبرلمان؟ ليش فكرك رح يدافع عن حدا؟ بالعكس رح يهز براسه ويقبض معاشه، هاي هي كل الشغلة. يا ستي أنا ما بدي هز براسي أولاً ومسامحهم بالمعاش ثانياً، أنا بدي فعلاً دافع عن حقوق الناس اللي رح تنتخبني، بدي ناقش بدي فاتش بدي جادل، ورح يتربالي عدوات شي من داخل المجلس شي من براته، ومع هالشي مالي سائل. ليش؟ لأنه النائب بالبرلمان له هدف إله رسالة، أما شغلة المكاسب المادية إيه أنا مستغني عنها بتاتا، ولا تأخذيني يمكن حط لي شي 20 مليون تكاليف الدعكة، يعني لو ضليت نائب طول عمري ما رح جيب هالمبلغ. 20 مليون والله كتير. إيه شو مفكرة لكان؟ ماشي الحال وجيه، يلا منحكي بعدين، قوم شوف زلمك برا. معلش خليهم ينتظروا شوي، بدي تلفن لأبو شاكر. قبل ما تتصل وجيه بدي أقول لك على شغلة، بس لا تزعل مني. ولا شو الزعل؟ يعني هالجماعة اللي برا، حمدو البرغوت وابو صخر والدبور وما بعرف مين. ايه شبههم؟ هدول اللي بده يشتغلوا لك بالانتخابات؟ ايه، ليش في شيء؟ ما بعرف. لا احكي بالله يحكي، في شيء؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك، بس مثلا بتلاقيها مناسبة واحد مثل حمدو خيزراني هالمنفاخ الفاضي، يمثلك هو وجماعته البرغوت وابو صخر وابو خنجر وابو الليل.
وانت وجيه بيك ابو سعود المليونير الاشهر والوجيه المعروف. ايه وشو فيها؟ فيها انه الجماعه شراشحه وسرسريه وخريجين حبوس. بجوز، بس عم سخرهم بمهمات ما بيقضي لي اياها استاذ بالجامعه ولا دكتور بالفلسفه. مهمات بدها احتكاك بناس يعني مش ولا بد محتالين مثلا، وهيك نماذج اخرج هالفوتات هي. شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ اسمعي ناريمان، بالصف عيني المشاغب عريف، واللص محاسب، والسرسري مفتي، والرقاصة مربية، وسلميهم مهامهم بتلاقيهم نسيوا ماضيهم، عدلوا مسارهم وانضبطوا. ليش؟ لأنه الشر والرزيلة ما كان عنصر متأصل فيهم. وشو هالقاعدة الخنفشارية بقى؟ بعمري ما سمعت فيها. ايه طبعاً، لأنها من تأليفي وتلحيني. شوف وجيه، مع احترامي لرأيك، حمده وجماعته لصوص وحرمية، وأنا 100 مرة صرت منبهتك من هالشي وإنت ولا أبالي، بالعكس راخيلهم الحبل على الأخير. يعني مثل يلي عم يقول للتاني سروق ولا يهمك أنا دعمك، يعني شوية تاني رح يصير فيك مثل ما عم يصير ببعض المؤسسات التعيسة يلي بتثبت على مديرة إنه لص، بيقوموا بيعزلوه وبعد كم شهر بيسلموا منصب أهم. هلأ حمده وجماعته عم يسرقوني؟ شو الحكي الفاضي يا ناريمان؟ لا هي ما بريدة منك منوب. شبك؟ ليش كل هالقد انحمقت على حمده أفندي؟ إيه معلوم، لأنه حمده الشغل زقرتية، حمده زقرتي تايب. ما بعرف، أنا ما بثق بحمده، أبو شاكر بيسوى راسه، زلمة صلوا عنا 8 سنين وما شفنا منه إلا كل شي خير، بقى ليش لحتى نفرط فيه؟ طيب معلش معلش منحكي بعدين. لو رايحة هلأ أنت؟ مالي رايحة، بس جاي لعندي مرت أبو شاكر والخياطة حتى يقيسوني فستاني. طيب بالمعلم. اهلين يعطيك العافيه حمدو. الله يخلي لنا اياك يا رب. شلونك برغوت؟ الحمد لله دائما داعي لك وبين ايديك معلم. شلون الاحوال ان شاء الله؟ الله يخلي لنا اياك يا معلم، طالما انت فوق راسنا عايشين مستورين. ايه سيدي، جبتوا لي الكلفه التقديريه لتغطيه عمليه الانتخابات. معلوم سيدي، جاهزه. لك وينها؟ تفضل. شرفوا سيدي. تسع ملايين؟ هذا مبدئيا سيدي. معلومكم بدنا ننصب خيمة وعزايم وولايم وعراضات وسيوف وترس وسجاجيد ومهرجانات خطابية وإكراميات مخاتير وإطعام ورواتب وكلاء صناديق. لا تقولوا سيدي، هذا كله بيجمعها. ولا تنسى حق الأصوات معلم. برابو عليك يا برغو، هي أهم شغلة سيدي، حق أصوات الناخبين. ليش قديش رح تدفعوا على الصوت؟ 1000 ليرة. مو كتير 1000 ليرة؟ يعني أنا كل الناس بتحبني وراح تنتخبني بدون مصاري، بس عند الضرورة معلش ادفعوا مشان تكون هالمحبة إلها مقابل. والله يا سيدي، والله بالزور لحتى قبل المختار بهالسعر. وكم صوت رح يأمين؟ على قوله بيبون على 700 صوت. إيه 700 صوت مناح، هذا طبعا من حارتنا مو هيك؟ طبعا سيدي، ولسه في حارات تانية ومخاتير تانية، ولا تأخذني كله كرشه كبير وكله بده يقبض ويبلع. يعني وبسلامة عرفكم سيدي، الانتخابات موسم وسوق. كلفة الخطاطين بالمكفى. نعم عم قول كلفة الخطاطين بالمكفى. طبعا، لأنه ما بتجيهم هالمناسبة إلا كل 4 سنين مرة. على كل حال معلم، هي كلفة الأسبوع الأول، وبدنا 9 ملايين تاني بالأسبوع الثاني. لأنه بالأسبوع الثاني بتحبك حبك. نعم عم قول بالأسبوع الثاني بتحبك حبك، وبيرتفع حق الصوت وبينباع بالسوق السوداء كمان. اي لك. نعم سلامتك معلم، لا غنى عنك. طيب انا رح سلم المبلغ لابو شاكر وهو بحاسبكم. لا وجيه بيك، دخيل عرضك لا تسلم دقنا لابو شاكر. وليش بقى؟ سيدي انا ما بحب احكي عن الناس، بس ابو شاكر، ولا تاخذني بهالكلمه، زمته واسعه، يعني راح يحاسبنا بشكل وراح يقدم لكم حساب بشكل تاني. هلا ابو شاكر زمته واسعه؟ ايه نعم سيدي، وانا بحطه بزمتي كمان.
في عندك إثباتات؟ لا سيدي، إثبات ما في، بس أنا إحساسي بيقول لي إنه هالشخص ملوفي ومزعبير. ما بتتذكروا سيدي شلون السنة الماضية قدم كشف مزور بتضمين البساتين؟ اتفق مع المرابعين والضمانة شكل وقبضكم شكل. هلأ شو بدنا بهالحكي؟ عندكم إثبات مادي ودليل حسي؟ ما بعرف، بس طالما ما في دليل فالأحسن تضلك ساكت وخلي المحاسب أبو شاكر يشرف على عملية الصرف بالانتخابات. طيب سيدي أنتوا سلموني إياها مقطوعة. لا مقطوعة ولا ممنوعة، هيك أحسن. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحساب اللي كنت حاسبه معلم؟ نعم. لا غنى عنك سيدي. بس يا سيدي بهالطريقة خايف تنتزع الطبخة وتتربط إيدينا وما نعرف نلم أصوات. وليش بقى؟ لأنه إذا كان طباخنا جعيس اشبعنا مرأة، وأبو شاكر بده يهلكنا بكرة بالسؤال عن الفواتير. يعني إذا رحنا بالتاكسي بده فاتورة. طيب شو بدنا نقول له بكرة للناخب وعلنا على وصل إنك قبضت مشان تعطي صوتك لوجيه بيك؟ طيب والعمل؟ يا سيدي أنا إلي عم بشتغل عندك 5 سنين وبكل شرف وأمانة، بقى بدي ميزانية مفتوحة وعلى قد السوق من سوق. طيب حمدو اترك لي اياها يومين تانين حتى افكر. بتأمروا امر معلم. السلام عليكم. الله معكم، مع السلامة. لا تأذني يا مدام، بس الامر ضروري كتير وخايف افتح هالقصة لوجيه بيك يظن انه في الي غلط خبيث من وراء. خير، شو في يا ابو شاكر؟ حمدو خيسراني وجماعته عم يزودوها كتير على البيك، وبصريح العبارة عم يسرقوه، وهدول جماعة ما بيتأمل لهم وتاريخهم مشبوه وماضيهم أسود. لا وفوق هالشي عم يتهموني أنا بالإيد الطويلة والذمة الواسعة. شو هالحكي؟ لهالدرجة وصلت معهم؟ وما لقوا غيرك يدقوا فيه؟ بقى يا مدام الله يستر عرضك، أنا ما بدي يشوهوني سمعتي عند البيك، لأني والله على ما أقول شهيد، بفدي البيك بدمي وبمالي وبحط أولادي الأربعة قدامه حتى يعرف رقبتهم واحد بقى فالتاني. إيه والله. تسلم يا أبو شاكر. لا مشيت هيك لأنك حضرتك والبيك بتمونوا على هالرقبة والله. الله يسلمك يا أبو شاكر، على كل حال ولا يهمك، أنا رح أتصرف. أنت حط إيديك ورجليك بمي باردة ولا كلك فكر. إيه دخيلك، لأني بخاف تقطع رزقتي وتتشوه سمعتي. فشروا، ما حدا بيسترجي يشوه سمعتك. انت صار لك عنا 8 سنين، مو معقوله نستغني عنك ولا بشكل. الله يعزك يا نريمان خانم، قسما بالله انا ومرتي سهيلة ما عندنا شخص اعز منك بهالعالم. والله لو تطلبي منا المهجه بترخص لك. وربي يشهد. تسلم يا ابو شاكر. ولو اقل منها يا مدام، الك بكتافنا انا واهل بيتي من خيرك ومن خير البيك. الله يخلي لك يا الفضل. لله الله يا ابو شاكر. يا سعديه هاتي بوزة. السلام عليكم يا أخي. السلام عليكم. لك العمى بقلبك العمى، لك ليش عم تنحش مرتديلا كتير بالسندويشة؟ بكفي قطعة واحدة، شو الشغلة للشبع؟ لك كلها تسكيت الجوعة. كم سندويشة لازم نساي معلم؟ ضلوا لفوا لحتى يخلصوا. تومو يلا نشوف. يلا اشتغل انت كمان. شباب اهلين معلم. شباب كم وكيل عنا بمناطق الاقتراح؟ لك فوت لسانك لحلقك. لك شو بدك بهالاسئله؟ عم نسال. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيكم العافيه. بدها همه يا شباب، الله يرضى عليكم. يلا. اهلين ابو شاكر، شو وينك يا منظوم؟ ما عاد شفنا هالوش، صرت باعت لك 4 مراسيل من امبارح لليوم. اي اجي شعني بين ايديك. إيه لكن يا عمي، صار الدقنة بإيدك. لا ما في شي من هاد، كل واحد دقنة وبيد حاله. قلي شلون الشغل معك؟ الشغل فوق الريح. ولك آخ بس لو طاوعتني واشتغلت أنا وياك بجهة وحدة. بس أنت ما بعرف شلون عقلك. شو
شو ما كنتم حاطين مرتديلا بالصندويش؟ شلون بدنا حاطين؟ حاطين لهون وصلت معك لك حمدو. ريحتها مرتديلا ايه بس ما فيها ولا قطعه. هلا خلينا بالمفيد، انت شو بدك بهالشغله؟ شو هو المفيد؟ هلا هي لبنه يعني؟ ها؟ القطاط بحطوا لهم مسحه اكثر من هيك؟ هلا بلا تنقير وهات 1,700,000 ليرة وهات لاكتب لك فيهم وصل. وليش 1,700,000؟ نفقات اطعام وكلاء وجبات سريعه للمندوبين واجار السجاد وكراسي خيزران من حاره الورد وخلافه. بس هيك كثير، ما بتقدر تمشي حالك ب 700,000؟ لك ليك للعلاك المصدي ليه؟ لك انت شو مفكر بدي اخذ المصاري وانحشى بجيبتي دحش؟ ولك انا بدي ادفع حقوق الناس؟ لك انت بتعرف قديش اجار فرقه السيف والترس؟ ما اختلفنا، بس المبلغ كبير كتير، ما حتقدر تقدم فيه فواتير. ولك لسه بيقول لي كبير. لك حبيبي البيض ما بينقلع الا بالسمن العربي، ووجيه بيك مقامه كبير ولازم الاحتفالات تليق بمقامه. لك لانه وجيه بيك هاد مو سمان عنا بالحاره. لك كانت باطله ومحوله، الساعه اللي حطك فيها مسؤول مالي بالانتخابات. المبلغ كبير اخي، كبير كتير، ما بدفعه. الحاني بالشاي يا ولد. لك شو انت فاسد بتمك كلمه كبير؟ لك والله كانه عم تدفع وتتكرم علينا من جدنا. لا حبيبي مو من جيبتي، بس انا المحاسب وجيه بيك مفوضني ومأمني. يعني وجيه بيك مخونني؟ حال مأمن وقال في حشات الذكر ما بأمنك على دكة الباسي. شوف عمي عجبك عجبك، ما عجبك روح اشتكي لوجيه بيك، انا ما دخلني. ايوه لا ولك صار لك لسان تحكي يا قط وعم تعمل معلم علي؟ انا مالي معلم. ها مالي معلم، هات الشاي يا ولد. لا مش شاكر، انت زمتك واسعه واللي زمته واسعه بيفتكر كل الناس حراميه مثله. لا حبيبي انا زمتي مو واسعه، انا زمتي نظيفه وانظف من الثلج الابيض. هيك ولا ابو شاكر؟ يلي بيشرب لبن من الزبديه بيبان على شواربه. والله في غيرك اللي عم يغرف من لبن الظرف ومفكر كل الناس مثل حكايتك. لك اخرس وبلا فلسفه، بدك تدفع المصاري ورجلك فوق رقبتك. يا اما قسما بالله بخربط لك هالواجهه وبجعل الله ما خلاك، فهمت ولا لا؟ هلا لا تزودها، هي عم فهمك. ها انا مالي قد حلقك العريض، انت زلمه خريج حبوس والعياذ بالله. ما بدك تقبض لقبضك، ما بدك انت حر. هيك عم تحكي؟ ايه بسيطة يا ابو شاكر، بس بدي اياك تعرف انه ديكين على مزبلة وحدة ما بيجتمعوا. ها انت وحدك ديك المزبلة، انا والحمد لله بعمري ما عرفت القرش الحرام. راح تسكت له معلم؟ راح اسكت له كرمال وجيه بيك. انا وجيه بيك بفدي بدمي وبحافظ على ماله اكثر ما بحافظ على مالي. مو بس انت، وانا كمان بحافظ على فلوسه كأنه فلوسي واكثر، وهيك كل شريف بيعمل. بس يا عبشوم عليك، انت بتدعمك النسوان مثل ناليمان خانوم، اما نحن شو عم تقولوا؟ لا شو عم تقول؟ بس برغوت انت روح واقف على جنب، هيك قصص لا تدخل فيها. سيدي اعمل حالة البل. خلاص ولا خش بالشاي روح. طالما بتحرص على مال المعلم فيك بتقلي منين جبت هالفيلا اللي بدروشها؟ الفيلا مو إلي، لمرتي، وكل الناس بتعرف إنه ورتانتها عن أمها الله يرحمها. بس أنت فيك تقلي منين هالبناية اللي بالمهاجرين؟ بقى خلي الطابع مستور بيكون أحسن. وين الشاي يا ولد؟ وصل وجيبي. إن شاء الله ألف مبروك يا روحي. الله يبارك فيك يا عمري.
مبروك نجاحك بالبرلمان. الله يبارك فيكي، هذا كله بوقفتك معي وجهودك. ليش انا شو سويت؟ قلي قديش كلفتك هداكي؟ يعني حوالي 30 مليون. اوف، مو كتير؟ الحقيقه كتير، وما بعرف كيف انصرف معي هالمبلغ. على كل حال انا بكره عامل حفله تكريم لكل العناصر اللي شاركوا معي مع بعض الوجهاء. عزيمه عشاء؟ ايه عشاء. وين بدك تعملها؟ هون بالحديقه. بس الله يرضى عليكي، بدي طالعه قومه لصحون المالقي اللي اجونا من ايطاليا ومعالق الذهب، يعني بدنا نبيض وشنا قدام ضيوفها. ولو اقل منا. تكرم عيونك حبيبي. سعديه. نعم ستي. جيبي لنا اثنين بوزه ولحقينا فيهم عجنينه. يا اهلا وسهلا فيكم، يا ميت مرحبا. الله يخلينا اياك، الحمد لله يلي شرفنا بنجاحك. الف مبروك يا وجيه. مبروك يا رب، قسما بالله انك تستاهل يا اخي. نعم. الله يطول عمرك يا اديب بيك، هذا لطفك يا سيدي. وجيه بيك ابوه ومكسب حقيقي لهالبلد. يعني نحن من زمان ناطرين شخص مثله يمثلنا بالبرلمان لحتى هالشعب يتروحن ويتنفس شوي، يعني تنحل مشاكله. يا سيدي الله يقدرنا على الخدمه العامه. يا اهلا وسهلا. شايف المعالق اللي حاططهم وجيه بيك؟ ايه هدول ذهب حقيقي، يعني عيار 21. شو هالحكي؟ يعني مو مطليين طلي؟ يا حبيبي هدول اصليين، شوف الدمغه. يا سيدي الله يهني ويتم عليه. ايه ومين انتخبته وجيه بيك؟ والله انا انتخبت راتب بيك لانه مالي ثقه بنفسي. بقى شلون انتخبتوني ما بعرف. الحقيقه يا اخوان انا بشكركم كل الشكر لتعاونكم وثقتكم، يعني لولا هالثقه الغاليه ما كنت طلعت نائب بالبرلمان. وبوجه الشكر كمان للمعلم حمدو خيزراني وجماعته ولابو شاكر الديب يلي أداروا المعركة الانتخابية بكل شرف وأمانة وإخلاص. يعيش وجيه بيك يا! يعيش عيش عيش! يعيش وجيه بيك يا! يعيش عيش عيش! عيش عيش عيش! يعيش عيش عيش! شو يا معلم حمدو؟ شايفك ساكت لا من تمك ولا من كمك، تعبان؟ لا والله معلم، بس شارد شوي. إيه بلا ما تشرد هالليلة، خليك معنا حمدو. على فكرة يا جماعة، حمده صحيح وشه عابس وقابضه جد دائما، بس ما في أخف من دمه. هات لشوف يا حمده، طري لنا الجو شوية. أيوة. على عيني يا أحلى معلم. أنا كرمال المعلم بعمل كل شيء. هذا من غير اليوم لما كنت أنا بالسجن لأسباب سياسية طبعاً. مظبوط معلم. المهم اتعلمت بعض ألعاب الخفة والقلقلة من ركاب المهجع يلي كانوا معي. طيب ورجينا شي لعبة من عندك. اي والله هذا شي موجود حمدا. على راسي يا معلم، على راسي. مثلا نعم، شايفين المعلقة الذهب؟ شايفين. شو هاي؟ معلقة. شو؟ ذهب. ذهب شو؟ ذهب 24. 24. شوفوا هلا هالمعلقة الذهب وين انا بدي حطها؟ وين بحطها؟ شوفوا يلا. ها وين حطيتها؟ بجيبك. وين؟ بجيبك. ايه وجيه بيك، انت منصوح بجماعتك كثير، لانه مو بس بيمتازوا بالامانه والشرف وبس، لا وخفيفين دم. رايحة هلأ أوام، رايحة
عمري وخدت وقلبي دخلت وكل كلام حب انا قلت. امي شو امي؟ هي بنتك سلوى لابسه وعم تتمكج. واذا لابسه وعم تتمكج يعني معناتها بدها تطلع من البيت. وشو فيها اذا طلعت يعني؟ معناتها بتقابل تيسير. واذا قابلت تيسير يعني؟ امي هلا انت ما عندك الا واذا يعني واذا يعني. وشو عليه؟ تيسير خطيب اختك. واذا يعني؟ وكاتب كتابه عليها. واذا يعني؟ يعني ما فيها شيء اذا طلعوا مع بعضهم لحالهم. لا ستي فيها ونص، قبل العرس ما عندنا بنات تطلع مع حدا. باي ماما انا رايحه، بدك شيء؟ لا امي سلامتك، روحي الله معك. بس شو رايك تتغدي قبل ما تروحي؟ طبخت من الزلب احمر من شانك. يسلم ودياتك ماما، بس انا اليوم بدي اتغدى مع خطيبي. نحن ما عندنا بنات تروح وتجي بتتغدى مع خطيبها قبل العرس. ما انا رايحه اشوفه مشان نحدد موعد العرس. وتحديد موعد العرس بده غدا مع الافندي. اولا يا رشاد هذا الافندي استاذ تاريخ قد الدنيا وله اسم كبير كبير كبير، بقى ما في داعي لكلمه الافندي باللهجه تبعك هي. وثانيا هذا الغداء غداء عمل. اوكي باي حبيبي. يعني بدك تقول انه بيتنا هلا صار جاهز من ما جميعه، مو ناقص الا نجيب البراد والفريزر. الفريزر؟ ايه بركي بهاليومين بعمل لي حوصه بهالسوق، حاكم بهالتلفزيون، عم يطلعوا دعايات بتاخذ العقل، شي على البراد شي على الفريزر. صحيح، بس بتعرفي يا سلوى بقيش ذكرتيني بكلمه فريزر؟ لا، شو تذكرت؟ ذكرتيني بحمله فريزر عام 1807. فريزر؟ مخترع الفريزرات يعني؟ لك لا، انت الثانيه. لكن مين بيكون؟ هذا بعد ما صار محمد علي والي مصر سنة 1804 ووافق له السلطان العثماني على هالشي سنة 1805، اجت انجلترا وبعتت له حملة عسكرية على مصر بقيادة فريزر مشان تضغط على السلطان العثماني وتوقع بينه وبين نابليون، لأنه نابليون بوقتها كانت مرتفعة مكانته كتير عند السلطان العثماني. المهم هلأ شو من شان الفريزر؟ جايكي بالحديث. هذا أول ما نزل فريزر بالإسكندرية احتلها، ارتفعت رايته، بس بعدين خفص فرد خفصة بمدينة رشيد. بوقتها صار في صلح تلسيد بين نابليون وقيصر روسيا، وعلى أساسه اجى نابليون عطى روسيا كارت بلانش. هلا روحي روحي معك كارت مفتوح، اعملي اللي بدك اياه بالدولة العثمانية. قام هالشي خرب بين مين ومين يا حزرك؟ مين ومين؟ السلطان العثماني ونابليون. وهذا هو الشيء اللي كان بده اياه انجلترا، مشان هيك بعثوا له خبر. لمين؟ لفريزر، مشان يضب رحاله ويرجع برجوعه على انجلترا. بس يا حزرك مين يلي شنص بهالشيء اللي صار؟ مين؟ محمد علي. محمد علي، لانه طلع بطل وكانه هو اللي قدر يطلع الانجليز من مصر. بس الحقيقه شو؟ شو؟ محمد علي لا هو شاف الانجليز ولا هن شافوا. وكل القصة وما فيها شربت أنا قبله؟ لك لا، الظروف الدولية هي اللي كانت بصفه وبس. المهم هلأ شو مشان البراد والف؟ ايه ايه البراد شو مشانه؟ مثل ما بدك انت، شوفي المناسب وعملي، ما عندي مانع. عم قول لحالي بركي أخي رشاد بيساعدني بهالموضوع، لأنه رفيقه عنده معمل برادات، يعني أبوه لرفيقه عنده معمل برادات، بقى بركي أخي رشاد بيحط إيده بهالموضوع. على ذكر رشاد سلوى، كان في بزمانه جريدة مهمة كتير اسمها سبيل الرشاد، أصدرها بوقتها عبد العزيز السعالبي. هذا عاش بين 1874 و1944، بس إجت الحكومة، حكومة الحماية بتونس، وعطلت الجريدة. ليش بقى يا حزري؟ ليش؟ قال ليش؟ قال لأنه السعالبي كان عم ينادي بمحاربة الحماية الفرنسية ويحرض على الثورة مشان تتحرك الجريدة؟ لا تونس. قاموا سجنوا ونفوا بعد ثورة 1911. بس هو شو عمل بعدين؟ ما سكت. شو عمل؟ شو عمل؟ قدم طلب لمؤتمر الصلح يلي كان صاير بباريس عام 1919 وطالب فيه باستقلال تونس. ولبوا دخلك؟ لا، شو لبوا؟ مشان هيك بعد هالفصل البايخ هذا طلع كتابه تونس الشهيدة
وفضح فيه على أبو جنب سياسة الاستعمار وأساليبه. قاموا ردوا اعتقلوه وسجنوه. دخيل عينك، كاسة مي باردة مسقعة متلجة. ايه وين كنا بالحديث؟ شو امي؟ ما رجعت سنوى لسا؟ لا لسا. يعني ما حلت تخلص غدا؟ ولا الخانم عم تاكل بالعواد الصينية رزة ورا رزة؟ اما والله سمعة، يعني اذا البنت راحت هي وخطيبها اللي كاتب كتابه عليها، انت شو دخلك؟ امي شلون شو دخلني؟ انا اخوها. ما اختلفنا، بس الله يخلي ابوها فوق راسها. ما في المطبخ؟ شو بكون انت وياها؟ سمعونا بقى. حكي ابنك ها؟ حاطط دابه من داب اخته، لا عملت، لا ساوت، لا راحت، لا اجت وبعدين. ماما سلوى ما بصير تطلع هي وخطيبها لحاله، ما بصير. لسه بيقلي ما بصير. وين راحت هي وتيسير؟ عزم على الغداء ليحددوا موعد العرس. بابا معقولة كل هالساعات وما حددوا موعد العرس؟ يمكن عم يحسبوا التكاليف والمصاريف وعدد المعازيم ولمين بدهم يقولوا ولمين ما بدهم يقولوا. يعني هيك تفاصيل بتاخد وقت بابا، بتاخد وقت. بقى لا تشغل بالك انت. طالب شجاع اللي بمطلع من قد امتحان الرياضيات. انت بتعرف خرم الابره يا اسامه؟ نعم. طيب اذا خلصنا هلا من مشكله البراد ولف من مشكله البراد، معناتها بيتنا صار جاهز مجهز من البابوج للطربوش. يا ستي اول استخدام للطربوش كان سن تيسير. الله يخليك قيمني من سيره الطربوش هلا، لانه في عنا شيء اهم. اهم من الطربوش؟ طبعا حبيبي. نحنا شو بدنا نحنا؟ هاي تغدينا واكلنا حلو وفواكه، وهي عم نشرب قهوتنا ويا عيني علينا. صحيح، بس لسه ما حددنا موعد عرسنا. ايوه عرسنا. الحق معك. ايه حبيبي، امتى بتحب يكون تاريخ عرسنا؟ ما بتفرق، شوفي يلي بيناسب وعملي. طيب شو رأيك نعمل يوم تاريخ عرسنا 14 تشرين الأول؟ 14 تشرين الأول؟ لا لا، كله إلا التاريخ. ليش حبيبي؟ لأنه بأيام الفرنساوي سنة 1925 بمثل هاليوم تمام صارت معركة زور المليحة، وكان يوميتها 4، واجوا لك هالفرنساوية وجهزوا شي 1300 جندي ومعهم شي 4 طيارات تقريبا، وصارت تزد قنابل فوق هالضيع وتدمرها، تزد فوق هالضيع وتدمرها. يوم فظيع. لا فظيع كثير. ولا يهمك حبيبي، بلاها اليوم منغيره. شو رأيك ب 15 تشرين الأول؟ 15 تشرين الأول؟ لا 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 كمان صعب. ليش بقى؟ لأنه بعد معركة زور المليحة يلي صارت قبل بنهار صارت معركة الضمير، وبلشت هالنجدات الفرنسية تجي من الشام بإمرة الملازم دولوز وتقتل بها العالم، وكان لسه دم يلي راح ولسه مو نشفان. تخيلي مو نشفان. كل ما بتذكر التاريخ بينشف دمي. بعيد الشر عنك حبيبي، انسى هالتاريخ، بلا من اصله. فلا رجعت ارتويت. هنيا حبيبي. شكرا. طيب شو رايك نعمله ب 17 تشرين الاول؟ هلا ما لقيتي الا 17 تشرين الاول، يوم معركة حوش المباركة يلي صارت سنة 1925. طيب 18 تشرين الأول. لبكي سلوى، لبكي لبكي كتير. هاليوم مرتبط ذكراه عندي بمعركة دمشق سنة 25. تصوري صوت المدافع تضل عاملة عليه 3 أيام، واعتبارا من 18 تشرين الأول، وكانت الدنيا عصريات هيك ل 20 تشرين الأول، وعلى تهديم وحرق وقتلة وجرحة والعياذ بالله. سلوى واحزري على أسارة. شو صار؟ شو صار؟ هددوا الفرنساوية إنهم ما بيبطلوا قصف إلا بعد ما يدفعوا الناس 100,000 ليرة ذهبية، غرامة حربية يعني، وفوق منهم كمان 3,000 بارودة. تخيلي حبيبتي مو يوم فظيع؟ فظيع شو الحكي. رايح على القهوة يلعب لي دق طاولة، بدك شيء؟ بتطول؟ لا ما بطول. إذا إجت سلوى لا تخليها تنام، بدي أسمع من تمها شو صار بينها وبين خطيبها. بدي أعرف إمتى حددوا موعد العرس بقى. خاطري. الله معك. إيه؟ الله يقدم اللي فيه يا رب. طيب،
منيح 22 الثاني؟ 22 الثاني؟ هلا مرقيتي من ايام السنه كلياتها الا 22 الثاني يوم وعد بالفور حتى اعمل عرسي فيه؟ ارجوكي سلوى ارجوكي الله يخليكي لا تهزي لي بدني، امحي لي هالتاريخ من ذاكرتك نهائي نهائي امحي. قال 22 الثاني قال. بدك شيء امي؟ وين رايح امي؟ مع رفقاتي بس لسه ما قررنا لوين. بتطول؟ والله ما بعرف على حسب الجو، إذا تأخرت لا يغلي قلبك علي بنكون عم نتسلى. يلا خاطرك امي. الله معك امي. طيب 17 تشرين الثاني. اليوم وقعت شبعة؟ كمان بلا، لأيدا غيره. طيب 18 تشرين الثاني. يوم وقعت جسر تورا؟ إيه شو ما عاد صفي أيام إلا هاليوم. سلوى ما حلو ما حلو، لأيدا غيره. مساء الخير. اهلين، حط لك تتعشى؟ خليكي مرتاحة أنت، سلوى بتحط لي العشاء. ما أجت سلوى لسه. أنا بحط لك العشاء. وليش لهلا ما إجي؟ والله ما بعرف، علمي علمك، بس هلا بتجي، ما بقى إلا تجي. طيب، شو رأيك 29 تشرين الثاني؟ 29 تشرين الثاني؟ اليوم يلي وافقت فيه الجمعية العمومية للأمم المتحدة على مشروع التقسيم أعمله يوم عرسي، وين صارت هي؟ إيه والله لو بدي ضل عزابي وبدون جواز كل عمري ما بعمل عرسي بيوم مثل هاليوم، ما بعمله. مرحبا أمي. أهلين أمي، يلا عم حضر عشاء، هلا بتعشى معنا حبيبي. صحتين، وأنا تعشيت أنا ورفقاتي. شو وين سلوى؟ لسه ما أجيت. شو؟ هلا ما اجيت؟ تريد شيء ثاني؟ ما بعرف، بتحبي شيء ثاني روحي؟ لا حبيبي بكفي. ما في شيء، سمودي اهلا وسهلا. طيب، شو رأيك بالثلاثة كانون الثاني؟ يوم معركة الدريش؟ لا يا عمري لا. ما بدي ذكرى زواجنا ترتبط مع ذكرى هالشهداء يلي راحوا بالمعركة. ما بدي سلوى، ما بدي. طيب، أربعة كانون الثاني. يوم البندقة. شو هاي البندقة؟ هاي قرنة نواحي كفر سوسة، صار فيها بسنة 1926 معركة كبيرة أيامات الثورة. طيب، خمسة كانون الثاني. بيوم معركة دوما أنت الثانية. لك مو قبل شوي قلت لي إنه معركة دوما صارت مدري ب 17، مدري ب 18 تشرين الثاني، ليش غيرت حكياك؟ هدي كانت معركة دوما الأولى، هاي معركة دوما الثانية. وين أيمة؟ تأخرت سلوى، غلي قلبي عليها، بدي أطلع على البلكون أقرأ لآية الكرسي. ثمانية أيام؟ صعب كتير، بهذا اليوم انعقد مؤتمر بلتيمور. وإذا انعقد مؤتمر بلتيمور يعني؟ انت بتعرفي بالاول شو معنات مؤتمر بلتيمور؟ بتعرفي انه بهالمؤتمر هاد قررت المنظمات الصهيونية الامريكية انه تفتح باب الهجرة لفلسطين باشراف الوكالة اليهودية وان تتحول فلسطين لدولة يهودية؟ بقى بتلاقيها مناسبة نعمل عرسنا بهيك يوم؟ تفضل معلم، هاي الحساب. طولت ما هيك؟ الغايب عذره معه، واللي مطمني انه مع خطيبة. طيب، ب14 ايار. لا، كله الا هاليوم. ليش بقى؟ شو ليش بقى؟ لانه بهاليوم تم انسحاب القوات البريطانية من فلسطين. طيب واذا انسحبت من فلسطين؟ قالوا اذا انسحبت قال. انت بتعرفي شو معنى انسحاب القوات البريطانيه من فلسطين؟ خلص بلا هاليوم بنعمله ب 15 ايار. قرب 15 ايار قال. 15 ايار. 15 ايار هو يوم اعلان دوله اسرائيل. بقى بدك يصير عرسي بيوم النكبه؟ طول بالك، شو صار لك؟ عم نحكي حكي، ايه ما صار شيء لسه. كيف ما صار شيء انت الثانيه؟ قرب 15 ايار قال. قصدي بلا هالتاريخ، لا تزعج حالك ولا تحر بدنك حبيبي.
كيف ما انحر يا سلوى وانت عم تفتقي لي جروحاتي بهالشكل هاد؟ خلص حبيبي خلص، انا مو قصدي، انا قصدي انه نحدد موعد العرس ونخلص بقى. اذا كان هيك لاقي لي شي تاريخ تاني بس ما يضرب على العصب. ها امي، من هلا للربع ساعه تاني اذا ما اجت سلوى رح انزل دور عليها. طول بالك شوي، نستنى شوي تاني. قالت لك بانه مطعم بدها تتغدى هي والافندي؟ لا، بعدين سلوى نزلت قدامك، سمعتها قالت شي اسم مطعم. الله يجيبك يا طولة البال. هلا لا تقول لي 25 ايار في إنا كمان؟ طبعا في إنا، هذا يوم صدور البيان الثلاثي من امريكا وانجلترا وفرنسا سنة 1950، وطبعا كالعادة هذا البيان كمان موجه ضد العرب ولحماية اسرائيل، وليكنا قدامك لساتنا عم نحصد نتائجه لليوم. يا حبيبتي وين رايحة؟ رايحة على البيت، لأنه شايفة إنه الحديث معك ما له جدوى. شلون ما له جدوى بقى؟ شلون ما له جدوى؟ مو بدنا نحدد موعد عرسنا؟ عم ناخذ نعطي. بس أنت عم تعقدها كتير. طيب مو مشاننا بالأخير يا روحي؟ مو مشان لما بدنا نحتفل بعيد زواجنا يكون بالنا رايق بهالنهار يلي ما سبق وعكرته أي شائبة؟ سلوى شو بنا؟ لك شو بنا يا روحي؟ أرجوك تفهميني، أنا ما بدي بيوم عرسي اتذكر أي شيء يعمل لي غصة بحلقي، وبهالصورة بتكون فرصتي كاملة مكملة على 24 إيراط. امشي حبيبي، هدي بالك، امشي امشي. غريب أمرك فعلا. ولا يهمك يعني، ولا يهمك. عشرين أيام؟ أوعك أوعك سلوى تقليلي إنه هالتاريخ ما له صدى عندك. أوعك ها؟ أوعك تقليلي إنك ما بتعرفي إنه بيوم 29 أيار سنة 1945 صار العدوان الفرنسي على الشام. يوميتا إجت فرنسا وصارت تقصف بهالمدفعية بعد ما هاجمت المجلس النيابي وقتلت كل حاميته. والله شايفة أنا اللي رح أقتل حالي منك. طيب 30 أيار؟ ولا 30، لانه عدوان 29 ايار ضل مستمر لتاني نهار كمان. سلوى ولي على حظي، ولي على حظي بهالعمر انا شو مزفت. هلا اذا قمنا من حسابنا 5 و6 و7 و8 و9 و10 يوم 11 حزيران مناسب؟ وليش قمتي من حسابك كل هدول؟ لأنه بهدول صارت حرب الأيام الستة تبع النكسة، مو هيك حبيبي؟ برافو عليكي سلوى، برافو عليكي. شايفة ليش أنا متمسك فيكي ومعي حق أني أحبك؟ بقى شو قلت؟ بشو؟ بإدعش حزيران يوم الهدنة الأولى؟ ليش إدعش حزيران يوم الهدنة الأولى؟ طبعاً حبيبتي، بإدعش حزيران سنة 1948 طلع قرار مجلس الأمن بوقف القتال وفرض الهدنة لمدة 4 أسابيع. قامت طلعت القصة كلها تخد على العرب لحتى قدروا اليهود يزبطوا وضعهم ويجيبوا أسلحة جديدة تدعمهم، هيك لحتى رجعوا بتسعة تموز وبلشوا الحرب من أول وجديد. أيوة إيه بابا رشاد، طمني ما لقيتهم؟ طيب وين بدهم يكونوا يعني؟ وين بدهم يروحوا؟ طيب خليك عم تدق إلا تليفونات أول بأول. الله يرضى عليك. ايه وين وصلنا هلأ؟ والله ما عاد أعرف. ايه تذكرت، 24 تموز مناسب؟ شو؟ 24 تموز؟ تيسير شباب، لك ليش عم تبكي؟ عيب على الرجال يبكي. بعرف يا سلوى بعرف، بس مو بإيدي. كل ما بيقولوا 24 تموز بترتسم قدام عيوني صورة يوسف العظمة وهو بلباسه العسكري والأوسمة معلقة فوق صدره، وكيف نيران الرشاشات عم تطلع من الدبابة باتجاهه لحتى استشهد بميسلون. رحمة الله عليك، رحمة الله عليك يا عمي يوسف بي.
طيب 25 تموز منيح؟ ابدا مو منيح يا سلوى، مو منيح منوب، لانه بهاليوم سنه 1920 فات الجيش الفرنساوي على الشام بدون مقاومه. رحمة الله عليك، رحمة الله عليك يا ابو ليلى. شو امي؟ والله ما بعرف، بس يبدو انه ما في فايدة، وصار لازم ندور بالمستشفيات. مستشفيات؟ طيب، أنا رح أعطيكي تاريخ، شو رأيك بثلاثة آب؟ ثلاثة آب؟ لا حبيبي، ما حذرت، ما حذرت بنوب، مستحيل. ليش حبيبتي؟ لأنه بثلاثة آب من سنتين كان ذكرى لقائنا لأول مرة. وإذا كان حبيبتي؟ بالعكس، هيك بتصير الفرحة فرحتين. بالعكس حبيبي، أنا بدي أمحي هالتاريخ من ذهني نهائياً، لأني صرت أكره اليوم اللي شفتك فيه وتعرفت عليك فيه. عن إذنك ولا ليش؟ بدون إذنك. تفضل. حدث في مثل هذا اليوم انفكت خطبة سلوى من تيسير.